أهلا، السلام عليكم. راكم دايرين لاباس مليح؟ والله مسالينغوش واخا لا طوبو بيان. اليوم بغيت نوريكم على نطيب واحد جوج دجاجات كبارين بزاف بزاف كبارين، وحطيب وحده ليا وحده اللي عزيزة عليا. شوفو قداش دجاجة كبيرة، تعرف مع رمضان خصنا ناكلو بزاف ومزيان، نعوضو داكشي لي فات الجولة. أو شتي شحال كبار بزاف وفيهم اللحمة والشحمة بزاف. نضحككم شوية وصافي، مع رمضان خصكم تضحكو بزاف متضعفوش. ودابا درتهم في المقلاة يتقلاو، ما محتاج لا الترميلة لا والو، شديتهم نقليهم وفتيتة ديال الملح مع الزيت في التقلاة، ورد عليهم الألومنيوم هكا نغطيهم وصافي. هنا كنسلق شوية خضرة، كنسلقها ومن بعد شوية خضرة هكا مع زيت الزيت ندير عليها تونسو ومع هادو ولاجع شي بركة. وهذه هي الخضرة ديالي، من بعد سلقتها في الماء ودابا غادي نخليها شوية مع شوية الزعتر والحبق اللي كان عندكم، حبق يا الزعتر يا كيدرتهم مثلا النعناع ولا النعناع الحر صافي. وكتحطيها كتعجبني، انا كنقليها مع زيت الزيتون، كترمي عليها زيت الزيتون، بغيت ترمي حتى الثوم انا ما درتهاش وصافي. ايوا هذا هو الطبق التالي، هذا هما دراك حجوله فروخه صغارين حجل ماشي دجاج، كنت نضحك عليكم. كما العاده الحريره ديالي شويه طماط، والطبق ديال اللي عزيز عليا العصير والماء صافي بركه. وهذا الشيء راه ما نقدرش نتعشى حتى في الليل، ناكل غير دانونه ونسحر بها ولا جا شي بركه. وشكرا لكم ورمضان كريم.